حكينا نظري كثير على الصمام التالي، اليوم رح ندخل شوي في الفصول، لكن لابد انا بس هيك اذكر بس مريضين، كل مريض له مقاربه عشان نعرف شلون نحل مساله الصمامات. بفرض انا عندي تضيق صمام تالي، انا قلت في عندي ماي مدرس وسيفير، نفخة مع تخطيط، وضح عندك التخطيط فيه علامات تضيق صمام تاجي وعلى رأسها بي التاجي، أو ممكن تجيب مجموعة من الأرقام بتقول لك هالمريض عنده تضيق صمام تاجي، إيش بتعمل؟ فكل واحد له مقاربة. أنا أخذت بس السيفير هلا شديد، مساحة الصمام أقل من 1.5 سنتيمتر مربع من مساحة الجسم. واحد. اثنين، الضغط الرئوي قديش لازم يكون أكثر من 50 مليمتر زائد. ثلاثة، مدروج الضغط اسمه من جريديانت أكثر من 10. أربعة، نصف عمر الضغط من خلال الصمام، هذا المختصين اسمه برشر هاف تايم، أكثر من 300. هذول الأرقام يا ريت تحفظهم مثل اسمك. لما بقول متوسط مساحة الصمام من 1.5 ل2.5، لما بقول ماي مساحة الصمام يعني خفيف أكثر من 2.5. بعطي الضغط من جريدينت رح يكون هون ما بين 5 و8 أقل من 10، هون بيكون أقل من 5. الضغط الرئوي بيكون مثلا اقل من 50، نقبل فيه من 30 لل 40، هون اقل من 20. بشكل عام يعني نحن كل مرضانا كل المسائل ممكن تجي بهالطريقه او الستيب هاي او الستيب هاي. فانا ممكن اعطيك اعراض لمريض، من ضمن الأعراض مثلا ممكن أعطيك الهارت ريت زيادة أو المية أو قصر في التنفس. ممكن أعطيك عرض أو علامة مرمى نفخ، هي حتكون شو؟
دايس انبساطيه. ممكن اعطيك عرض ايضا او علامه اوبننج سناب فكره الانفتاح، وممكن كمان تجيب عرض ام التاجيه بي التاجيه يعني او بي ذا طورين في البي واحد والطور الثاني بتكون فيها. ممكن تجيك بعض العلامات او الوسائل المساعده سي اكس ار يعني نادره، او بيجيك اخر شيء ايكو. عندك خيارين للحل. المقاربة لازم تكون على الشكل التالي. أول شغلة لازم يكون في عندي تضيق شديد زائد أعراض. إيش نوع تضيق شديد؟ إذا كان تضيق شديد بدون عرض لا داعي للجراحة أو للتوزيع إلا في حالات نادرة. كمان لا ننسى آخر شيء فيب رجفاء وذيل يعتبر من العلامات المهمة. فلازم يكون عندك تضيق شديد مع عرض. مثلا مساحة الصمام أقل من 1.5 سم مربع بدون أي أعراض، انتبه المضاربة الثانية شديد لكن ما في أعراض ولا عرض، إيش بنسوي للمريض هذا؟ عندك خيارين، ممكن تسوي له مراقبة دوائية، علاج دوائي بتحسن الريف، بتخفف الودمة، بتخفف من ضيق النفس، تضبط الرجفان اذا عنده ما في عنده ولا عرض. ممكن نعطي علاج دوائي وممكن نساوي اختبار جرح. مرحلة ما بنساها بساوي اختبار جرح لشوف عم بصير عنده شيء اعراض ولا لا. صار عنده اضطراب نظام، صار عنده ألم في الصدر، صار عنده ضيق في ضيق نفس، هذا شو اسمه شديد، صار عندي عرضي، ممكن انتقل للمرحلة هاي. يعني ممكن شو اساوي؟ ممكن اساوي توسيع لجماعة الجراحة. لكن تضيق شديد مع اعراض مباشرة بدخل توسيع او تبديل. طبعا في استطباقات توسيع، مثلا لازم يكون المريض، احنا بنطلع على صمام بنوزعه ببالون مثلا، لازم يكون الصمام هذا ما هو متكلس بشده، ما في تكلس بشده، ولازم يكون يفضل في الاعمار الباكره خاصه نكون في اناث حوامل. اذا كان تبديل في عنا يعني مريض مثلا كونتراندكيشن، بيقول مثلا اذا كان في عنده عمر متقدم، يعني اذا في عنده قصور مرافق، يعني انت كيف بدك توسع الصمام؟ صحيح فيه تضيق جد طويله باتجاه البطين مثلا، لكن في قصور نازل كمان على الاذين، رح تزيد القصور بالتالي رح تدخل دوار. لا ببدل. فكل المسائل لما بتجي بيقول لك صمام إما متكلس بشدة أو فيه قصور، يعني قصور صار عندنا داء تاج، يعني تضيق تضيق زائد قصور يساوي داء تاج. لكن نحن في العادة بدنا نشوف مين اللي بيغلب أكثر، التضيق أكثر شدة ولا القصور أكثر شدة؟ صحيح هو تضيق لكن فيه قصور شوي، يعني إذا وسعت البالون خربت الدنيا، فايش بسوي؟ ببدل. فإذا جاك مريض عنده هالتضيق الشديد مع شوية قصور، إيش بنسوي مباشرة؟ جراحة.
الخيار الأول جراحة والخيار النهائي جراحة. لكن إذا جاك مريض وعنده تكلس شديد بالصمة، إذا أنا وسعته حرب ألف خسرة، ما راح يتوسع الصمة. تمام، بس هم الجراحة. هذول أهم معلومتين حطهم في بالك. لكن إذا كان يجاني مريض وشاف صممنا ما فيه تكلس ووضعه كويس وما في قصور، خلص بسوي توسيع. التوسيع 10-15 سنة بعدين بدل الصمم. في خطوات اللي ليس بنبدل الصمم مباشرة، لا، في شيء بروتوكول بتمشي عليه. وسع لمريض مثلا عمره 50 سنة، بعد 15 سنة عمره 65 سنة افتح سوي تكليف. إذا ما في أعراض ما بتنتقل لهون يا شباب. إذا في أعراض تقلل، ما في أعراض سوي له اختبار جرى. اختبار جرى صارت عنده أعراض، صار عنده رجفان كذا، ممكن ننتقل للتوصيل. اثنين، كل الصمامات لما بنساوي كل الصمامات، يعني بيكون نحن all valve لما بنساويها recipient، يعني لما بنبدلها لازم ايش نساوي؟ تميع. نوع المميع حصر المضاد تخدر، ما بيصير اعطي مضاد اختصاص في حال اسبرين او كلوبيد حصرا بالتبديل وارفارين. مع المحافظة على زمن البروترومبين بيتا اي ان ار في حال التبديل، الرقم تحفظ كمان اصم، اثنين ونص لثلاثة ونص زمن بروترومبين. يعني جاك مريض صمام وبدلت له صمام، عملت له بعد اسبوع البيتا اي ان ار كان عنده الرقم تحت الاثنين تماما، يعني هذا صمام صنعي رح يسوي لك خطرات مريضك بيروح فيها. خلي يكون الرقم عالي فوق الثلاثة ونص، بس ما بيصير بينزل تحت الاثنين ونص. إذا النوع المميع حصر مضاد تخدر من نوع وارفارين، طبق العام 1972. فيتامين كاف، مضاد فيتامين كاف يعني. رقم التمييع ما بين 2.5 و 3.5. صمام الأبهري كمان أنا بعطي وارفارين، تمييع ما بين 2 و 3، أخف، ما بيخاف الصمام الأبهري، يعني حتى إذا نزل تحت 2 ما بنخاف. الرقمين رجاء ما بينسوا. طول حياتك هذول ما في طالب طب او طبيب داخلية ما بيعرف شو هو البيت يعني الارض الصمام الصنعي. طيب اذا كان انا عندي دبل بيت صمامين تاجي وابهري، بدي اميع، اميع برقم قديش؟ اميع رقم التاجي، لازم يكون الرقم 2.5 3. ماشي، في شي سؤال على الفكرة؟ اما اذا انا مريض عنده صار احتشام وعنده ضيق طاجة شديد بس يكون اعراض، ماشي على اي اختبار جراحي؟ اذا كان عنده احتشام، نحن ايش؟ اذا جانا مريض عنده احتشام واعطيناه حال خسرة او وسعنا له، ممكن نسوي بعد ثاني نهار اختبار جراحي. عادي. مضاد استطلاع لا 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 مضاد. في عندنا مضادات استطلاع في الجراحة. مثلا مريض عنده قلوسيط القلب منخفضة. مريض عنده اعتلاء عضله قلبيه، مريض عنده مشاكل التوسع في الاجواف، إيه هذا ما فيني ابدل الصمام. يعني هذا كونتراندكيشن صعب يعني. انا بدي اياك تحفظ هالشيء هذا الخطير. اكيد. تماما جيتك مساله هيك ها بالمقارب يعني سهل. اكيد مره معنا في الجراحه انه مجرد كان تضيق سببه دائره كيانه ما تاتي مباشره. اشهد معك. في كثير حكي بالأبطليك عن هالشيء هذا، إذا كان رثوي، إذا كان تكلسي، في له كثير حكي، ما بيهمني هالشيء هذا، الرثوي رح يتبدل كل الصمامات، عاجل المجرى رح يتبدل يعني، هو استطباء الخيار الجراحي خيار قوي للصمامات الرثوي المشكلة، قوي، لكن أنا في عندي بروتوكول بحط هالشيء هذا،
بروتوكول الجراحه جراحه الجراحه عندهم شيء خاص بي. لكن البروتوكولات القلبيه بتمشي ستيب ستيب واحد واحد. اصلا نحن ما بنعطي الجراحه الا بنمشي على الخطوه هاي بعدين بنروح على الجراحه. اعطيك اخر شيء نحن الاهم كان لازم امشي على الستيب هذا وروح. ماشي يا شباب؟ يلا. في صوت بيطلع ولا ما في صوت؟ بيجي. طيب نسمع شوي كلياتنا. Welcome back. So now we've learned how to measure LV body size and function, it's now time to learn to assess cardiac valves. We'll start with mitral valves. Mitral valve separates the left atrium. مقطع قصير. مقطع طويل اسف. مقطع طويل اخذناه. العضلة القلبية عم نشوف في عندي وريقة، هاي وريقة واحدة هاي وريقة ثانية، هذا الصمام التاجي منغلق كسوار هيك في المقطع الطويل. صمام التاجي بيفصل بين الأذين اليسرى وهالجوف هذا بطين اليسرى. سكر الصمام التاجي صار عندي، فتح الصمام التاجي صار عندي انبساط. نزل الدم من الأذين باتجاه البطين، سكر الصمام التاجي فتح الصمام الأبهري. طلع الدم من الأبهر باتجاه المحيط. مقطع طويل نورمال ما في شيء عم بحكي شو حركة الصمام وشو الوضع زي ورقتين متحركات أمامية خلفية مرتبطة أوتار عضلات عليمية أوتار هاي الورقة الأمامية عم لك هاي الأنتيرو الأنتيرو هاي الأذين اليسرى هاي عم لك ورقتين الصمام بسرعة هذا مقطع طويل يعطينا لمحه سريعه وعامه عن شو وضع القلب مع مقطع كثير مهم. خلينا نشوف الصمام شفنا الورقتين شلون بيسكروا كسوارين متطابقين بهالشكل هذا رح نشوف المقطع الرباعي في الجوهر هيك بيسكر المقطع الطويل بيسكروا هيك اثنين في اطباق تام هلا في عندي هذا الصمام رثوي المنشا مشى حمى رثويه في تكلف فيه تشوه على مستوى الورقه الخلفيه بشكل حدبه الجمل او بشكل قارب يبوت يعني يبوت راح نشوف شلون الاطباق سيد هلا بيعطيه شوية جيت كلر يعني بيعطيه شوية كلر للدوبلر بشوف انه سرعه الجريان من الاذين باتجاه البطين سريع معناته الجمع عم بيروح باتجاه من جوف الى جوف اخر بمنطقه ضيقه جدا عم نلاحظ الأذين قديش توسعت بالمقارنة مع المقطع الماضي كثير توسعت عم نلاحظ انه البطين الايسر شو وضعه؟ تضيق الصمام التاجي ما بيتاثر في المراحل الحاليه هذا الصمام كثير متكلس حتى الوريقه الخلفيه ما مبينه حتى ما عم بيفتح على المظبوط في تضيق شديد كمان عم بلاحظ ان الاذين اليسرى كثير توسعت والجوف بعده صغير البطين الايسر ما توسع البطين الايسر تاخر في اخر بيتاسى في اخر مره كمان هذا تكلف كثير لورقتي الصمام ما
معتقد الكفاءة في أنت كان مش زيادة قد التضييق. أنا كل أمراض الصمامات إما رتب أو تكلفة أو خطر كل ياسم يندرج تحت العنوانات في خصوصيات كافة. أول مقطع شفناه طبيعي، ثاني مقطع كان رثوي، هذا تكلف كالسيفيكيشن. الرثوي اللي احنا شفناه في المشفى بعض الشباب اللي يقول هذا النقص عم نعطي الجيت بلونين احمر وازرق، هي الالوان الطبيعيه دخول الكلب من الاذين للبطين. هلا بنشوف سرعه الجريان في مرحله الانبساط من الاذين باتجاه البطين سريع جدا، معناته انت عم تمر في جوف ضيق متكلس كثير الصمام او متضيق يعطيك لون اخر. هذا مقطع ثاني هو المقطع القصير ان حلقه الصمام تنفتح بهالشكل هذا. انا اخذت مقطع على مستوى مقطع سهمي على العضله القلبيه اخذته على حلقه الصمام، بشوف الحلقه نحن نفس الوقف مثلا المقطع هذا مثلا هذا وقفنا هي حلقه الصمام بحسن اخذ الاريا هي بطيسه من الداخل لازم تطلع مساحتها من 4 ل 6 سم مربع. اذا حطينا الايكو اخذنا مثلا بالاريا قسناه اريا صغيره بصراحه ما بتتجاوز هي 2 معناته في تضيق بيعطينا الايكو صوره كويسه عنها. وهالتضيق هذا بيفتح الصمام بسكر شكله مثل فم السمكه والتسميه مميزه لتضيق الصمام التالي. زي عم بيفتح الصمام مثل فم السمكه ايش بدك مع السمكه حطها معك. هذا صمام تاجي متضيق يعني ما فينا نحدد لك اياه لحظه الحسابات يعني. هذا المقطع رباعي الحجرات عم بشوف اذين بطين اذين اذين بطينين هذا فور تشامبر. عندي الوراء الصمام التاجي هذا الصمام التاجي المريض نفسه اخذ له مقطع رباعي الحجرات عم بلاحظ اذينه صايره قد البطين كثير متوسعه معناته يعني عندك قصور لتضيق أنا يكون في قصور حسب ما هي البطين الايسر بتأدى، لكن اخذ شوية جيت شاف انه هذا الصمام كثير متكلس ورقات كثير سيئة، حط له شوية جيت شاف سرعة جريان سريعة باتجاه البطين. واللون بيطلع هو لون مزيكي باللون عفني بين الاحمر والازرق. جيت سريع رايح على البطين. ليك الجيت هذا واللون لون مميز سريع رايح على البطين معناته انت رايح في جوف ضيق من الاذين للبطين فمعناته مريضه في تضيق. اذا الجيت نازل بالعكس معناته مريضه في قصور قصور. هذا الجيت لفوق رايح على البطين طبعا الايكو بيطلع دائما صوره عكسيه. قديش الجيت موصل لاخر البطين معناته هذا تضيقه شديد. هذا القصور الصمام عم بيسرد لما بصير عندي انقباض ما عم بيسكر الصمام على المضبوط عم بيسرد الدم باتجاه الاذين فهذا قصور صمام تاج. هذا قصور بس بدي اشوف في جد في جد اذا كان الجد سوا معناته في عندي جد. انا بس حطيت الفيديو هذا باخذ شوية حسابات اخذنا الصورة هيك بس عامة ان شاء الله شلون الجد بيروح على البطين في التضيق وشلون بينزل على الاذين وفي القصور. كالعادة شو بدي اسوي العرض هلا معي كمان عملت 10 سكات شو المقطع اللي فيه في